يعني معاناة أطفالنا بالليل غير شكل، طول الليل هم بيبكوا، طول الليل تبول لا إرادي، مش يعني مش ملحقين نغير ونشيل من مكانهم، والمكتظ المكان كمان، يعني أنا مش قادر أخذ راحتي مع أولادي إني أنظف لهم أحافظ عليهم، فيش نهائي يعني ولا 1% من محافظة لطفل يستحق إنه يعيش حياة كريمة بوضع صحي يعني آمن، نهائي نهائي فيش أمان، يعني ما متنا بالحرب حنموت بالأوبئة أو الأمراض. راحة نفسية فيش أطفالنا عندنا، كل شوي هم بيفزوا، كل مجرد إنه كرسي يتحرك مش كمان دبة، صار الأولاد عندهم خوف ورعب، إشي مش طبيعي الصراحة، قصف في كل مكان حوالينا، كل ما يشوفوا دخان متصاعد من قرب المكان، يعني الأماكن اللي تنقصف بجانبنا يعني قريبة جدا يعني للمكان، شو أحكي لك يعني.